عليكم ورحمة الله. هذه المحاضرة إن شاء الله معكم، اللي هي المحاضرة الرابعة في اللغة، المحاضرات عن بعد دي. ف يعني اللي هو فات منه حاجة يا ريت يرجع للمحاضرات اللي قبل كده إن شاء الله. يعني المحاضرة دي رقم 4، بنتكلم فيها عن الخصم والقيمة الحالية بنظام الفوائد المركبة. أنا قلت لكم زي زمان إحنا قلنا إن عندي الرياضة المالية كلها بتدور حول كيف نوجد القيمة المستقبلية وكيف نوجد القيمة الحالية للاستثمارات المختلفة، سواء كان مبلغ ولا عدة مبالغ ولا دفعات. كل الكلام ده نفذناه في الفايدة البسيطة. وفي الفايدة المركبة خدنا القيمة المستقبلية لمبلغ أو لعدة مبالغ. طيب لو أنا بقى عايز أجيب القيمة الحالية لمبلغ، أو القيمة الحالية لعدة مبالغ، أو القيمة الحالية للدفعات، أنا هتكلم الأول بس عن القيمة المستقبلية لمبلغ أو لعدة مبالغ. هاخد معاك المحاضرة دي بإذن الله عن القيمة الحالية لمبلغ أو لعدة مبالغ. فكرة القيمة الحالية قائمة على حاجة بيسموها الخصم. الخصم وعشان نحسب الخصم أو القيمة الحالية لازم أعرف إزاي أحسب المعدل الحقيقي للخصم أو معدل الخصم. ما إحنا كنا بنقول مثلا في الفايدة بيلزمني معدل الفايدة عين. طب والخصم عشان أجيب القيمة الحالية محتاج معدل الخصم بيرمز له في المركبة بالرمز صاد. طيب إزاي نحسبه؟ يقول لي إن أنا لو أنا عندي هنا مثلا حاجة اسمها لو أنا هنا مثلا عندي السنة دي، وليكن مثلا السنة رقم أي سنة من السنوات، 5 مثلا، السنة الـ5 في أولها اللي هو القيمة بتاعة السنة الرابعة، وفي آخرها القيمة بتاعة السنة الـ5. يبقى إذا لو أنا عندي مثلا 5000 جنيه دلوقتي، قيمتهم بعد سنة كام؟ أكيد 5000 وشوي. يبقى مثلا يقولوا لي ليكن 5250. طيب إزاي بقى أجيب المعدل اللي أنا عندي هنا؟ بقول لو يعني أخدها بمعنى تاني، لو انت عليك 5250 يستحق في نهاية السنة، 5250 جنيه يستحق دفعهم في نهاية السنة. لو انا حبيت ادفعهم دلوقتي هدفع قيمة اقل ولتكن 5000. طب نجيب ازاي بقى معدل الخصم بين الرقمين دول؟ يقول لك ايه بقى معدل الخصم؟ هو المعدل الخصم او معدل الحقيقي للخصم هو النسبة بين العائد المستحق عن سنة معينة إلى الرصيد في نهاية السنة. خلي بالك بقى كده، إلى إيه؟ إلى الرصيد في نهاية السنة. لو أنت حبيت من الكلام اللي فات ده، أنت عندك العائد كام؟ يعني هنا أنا عندي 5000، في نهاية السنة هيبقى 5250، يبقى العائد كام؟ أو الفايدة كام كده؟ الفايدة 250. فيقول لك اقسم ال 250 على إيه؟ على الرصيد في نهاية السنة. يعني هقول 250 على 5250. شوف التعريف تاني بيقول ايه، هو النسبة بين العائد المستحق عن سنة اللي هو 250 الى يعني على الرصيد في نهاية السنة يعني على 5250. اقسم 250 على 5250 يديلك الايه، معدل الخصم الحقيقي. وده بنرمز له، بس خلي بالك بقى ده اسمه ايه بقى، معدل الخصم عن السنة رقم نون، يعني لا بتاع السنة الخامسة. يبقى اقسم زي ما قلت لك، اقسم ايه، اقسم العائد بتاع السنة دي اللي هي 250 على الرصيد في نهاية السنة اللي هو 5250، يدي لك الايه، المعدل الحقيقي للخصم عن السنة رقم نون، هيرمز له بالرمز صاد نون. طيب لحساب المعدل ده اللي هو معدل الخصم دوت، خلي بالك بقى معايا شوية ملاحظات عن
المعلومات اللي انت خدتها قبل كده في مراحل التعليم المختلفة. كنا بنقول مثلا ألف أس س على ألف أس ص، فاكرين اللي هو إذا اتفقت الأساسات، وده الأساس وده الأساس، فاكرين كنا بنقول في الرياضة البحتة بنقول ألف أس س على ألف أس ص بتساوي ألف أس البسط ناقص المقام. يعني الأس يعني كنا قلنا القاعدة بتقول إيه؟ إذا اتفقت الأساسات اللي هي الألف والألف فإنه عند القسمة تطرح الأسس، فكنا بنقول ألف أس س ناقص ص مثلا. كنا بنقول ألف أس 7 على ألف أس 5 يساوي إيه؟ ألف أس 7 ناقص 5 يعني ألف أس ألف تربيع، وهكذا. خدوا أنا بس عاوز أوصل لحاجة، أنا عاوز بس تحفظ لي الحتة دي. يعني أنا لو عاوز أقول إيه؟ ألف، ما هو ده ألف، كأن ألف أس ن على ألف أس ن ناقص 1، أعرفها لي كده بس، ألف أس ن على ألف أس ن ناقص 1 يديني ألف، أعرفها لي كده بقى. يبقى ما أقول هنا مثلا 1 زائد عين أس ن على 1 زائد عين أس ن ناقص 1 يساوي إيه؟ هقول ألف اللي هو الواحد زائد عين، يبقى 1 زائد عين أس إيه؟ اطرح الأس اللي هو ن ناقص ن ناقص 1. يبقى ن ناقص ن ناقص 1، طبعا الناقص دي هتغير اللي جوه، يبقى 1 زائد عين أس ن ناقص ن زائد 1، النون تروح مع النون يفضل ايه؟ 1 زائد عين، اللي هو ده 1 زائد عين أس 1 يعني 1 زائد عين. خلاصة الكلام أنا عايز أقول لك إن أي حاجة أس ن على نفس الحاجة أس ن ناقص 1 يساوي الحاجة، بمعنى ألف، ألف دي اللي هي 1 زائد عين، ألف أس ن على ألف أس ن ناقص 1 يساوي ألف. خلاصة الكلام 1 زائد عين أس ن على 1 زائد عين أس ن ناقص 1 يديني 1 زائد عين. طيب الكلام ده أنا عاوز أوصل لحاجة بقى، أنت بتقول لي إيه بقى؟ أنت قلت الخصم، معدل الخصم ن، أو معدل الخصم أس اللي هو الخاص بالسنة رقم ن يساوي العائد بتاعة السنة، وأنت عارف العائد بيساوي إيه؟ اللي هو ال 250 اللي جبناها إزاي؟ قلنا 5250 ناقص 5000 اللي هي قاف ميم ن ناقص قاف ميم ن ناقص 1 على القاف ميم ن. خلاص يبقى 5000 اللي هي 5250 ناقص 5000 على ايه؟ على 5250، فاكرينه الارقام اهي، قاف ميم ن ناقص قاف ميم ن ناقص 1 على قاف ميم ن. اللي هو ال 250 جبناها ازاي؟ بقول القاف ميم ن او القيمة في نهاية السنة ناقص القيمة في بداية السنة على القيمة في نهاية السنة. خلاص كده؟ يعني ايه؟ هيساوي، طب ما انت بتقول لي، ما هو القاف ميم ن عبارة عن ايه؟ افتكروا اللي هو القيمة المستقبلية للمبلغ، بتقول ألف في واحد زائد عين أس ن ناقص ده، ها؟ ألف في واحد زائد عين أس ن ناقص 1 على المقام ألف في واحد زائد عين أس ن، دي اللي هي القيمة المستقبلية للمبلغ، اللي هي القاف ميم نون عبارة عن إيه؟ ألف في واحد زائد عين أس ن ناقص، طب وده بتاع ن ناقص 1، يبقى ألف في واحد زائد عين أس ن ناقص 1، المقام زي ما هو، اللي هنا ممكن بتساوي، خد البسط كده، البسط هنا فيه ألف وهنا ألف، خد الألف مشترك بره، يفضل إيه هنا؟ واحد زائد عين أس ن ناقص، ها شيل الألف خلاص، واحد زائد عين أس ن ناقص 1. المقام زي ما هو، أقدر أختصر الألف دي مع الألف دي كده، يفضل إيه بقى؟ اسمع بقى معايا كده، هنقسم البسط والمقام على واحد زائد عين أس ن ناقص 1. اللي أنا اللي عايزك تاخد لي بالك بس من حاجة، إن دي اللي هي قلنا إيه؟ واحد زائد عين أس ن، أي حاجة ها أنا بقسم إيه؟ واحد زائد عين أس ن على واحد زائد عين أس ن ناقص 1 يديني واحد زائد عين، احفظها لي دي كده، واحد زائد عين أس ن على واحد زائد عين أس ن ناقص 1 يساوي واحد زائد عين. طيب أنا بعمل إيه بقى هنا؟ بقول لك اقسم لي البسط والمقام على واحد زائد عين أس ن ناقص 1، قول لي بقى، خد لي دي كده،
واحد زائد عين أس نون على واحد زائد عين أس نون ناقص واحد يديني واحد زائد عين. طيب ناقص ناقص تنزل دي على نفسها، أي حاجة على نفسها بإيه؟ بواحد، يبقى واحد زائد عين أس نون ناقص واحد على واحد زائد عين أس نون ناقص واحد يديني واحد. المقام واحد زائد عين أس نون على واحد زائد عين أس نون ناقص واحد. أنا بقول لك اقسم لي اللي أنا بعمله إيه دلوقتي يا شباب؟ بقسم البسط والمقام على واحد زائد عين أس نون ناقص واحد. واحد زائد عين أس نون ناقص واحد، واحد زائد عين أس نون على واحد زائد عين أس نون ناقص واحد يديني واحد زائد عين، اللي هي دي. ده على نفسه طبعا ناقص تنزل، الناقص دي نزلت. واحد زائد عين أس نون ناقص واحد على واحد زائد عين أس نون ناقص واحد يديني واحد بس. المقام واحد زائد عين أس نون على واحد زائد عين أس نون ناقص واحد يديني واحد زائد عين. خلصت؟ خلاص لي بقى من الأقواس دي. واحد زائد عين ناقص واحد، تروح الواحد مع الناقص واحد يفضل إيه؟ يفضل عين. المقام واحد زائد عين. خلاصة القول أن صاد نون معدل الخصم عن السنة رقم نون يساوي عين على واحد زائد عين. أنا مش يعني ممكن خلاص ملوش لازمة الإثبات، لكن اعرف لي كده انا بس بحاول افهمك ان ده عين على واحد زائد عين يديني صاد اللي هو معدل الخصم المركب. بصرف النظر عن هذا الكلام او عن الاثبات ان انا بقوله ده، بقول عند حساب الخصم المركب يفترض ان المعدل الحقيقي للخصم يظل ثابت بغض النظر عن رقم السنه رقم نون او رقم السنه نون. فصاد بصفه عامه معدل الخصم الحقيقي السنوي يساوي عين على واحد زائد عين. يبقى ازاي تجيب صاد من عين؟ كيف توجد معدل الخصم من معدل الفايدة اللي احنا عارفينه اللي هو معدل الفايدة المركب اللي هو العين؟ اسمع كده، صاد تساوي عين على واحد زائد عين، دي اللي تحطها في دماغك وتركز فيها. طيب الوقت احنا كنا بنقول ان انا الفايدة اما تضاف مرة واحدة في السنة بيسموه المعدل الحقيقي السنوي، او تضاف مرتين فيديني معدل الحقيقي او معدل النصف السنوي وهكذا. طب انا لو انا عندي معدل سنوي والفائدة تضاف اكتر من مرة في السنة، فكنا بنقول في عندي عين وعين ميم، افتكروا معايا عين وعين ميم. طيب انا هنا برضو في عندي صاد وصاد ميم، فكيف نوجد العلاقة بين معدل الخصم صاد ومعدل المعدل الخصم صاد ومعدل الخصم السنوي الاسمي صاد ميم؟ الصاد الرمز صاد ده احنا قلنا ايه من شوية؟ هو معدل الخصم الحقيقي السنوي. وصاد ميم معدل الخصم السنوي الاسمي والفائدة تضاف ميم من المرات في السنة. يعني لو انا عندي المعدل، لو الفائدة تضاف مرة واحدة في السنة، فبقول عندي معدل حقيقي خصم، المعدل الحقيقي سنوي للخصم بيرمزوا له بالرمز صاد. طب لو المعدل سنوي والفايدة تضاف ميم من المرات في السنة، فأنا عندي معدل خصم اسمي سنوي أيضا بالرمز صاد ميم. أو يعني مثلا لو الفايدة تضاف مرتين فبقول صاد اتنين، الفايدة تضاف تلات مرات صاد تلاتة وهكذا. يبقى أنا عندي هنا في الخصم، او عشان احسب اشتغل بالقيمه الحاليه، محتاج ان انا اخد لو انا عندي بقى الفايده تضاف مرتين او الفايده تضاف ثلاث مرات، طب يبقى انا لازم اجيب صاد من صاد ميم او صاد ميم من صاد. بيقول لي من الممكن ايجاد صاد من صاد ميم او صاد ميم من صاد بالعلاقات اللي جايه دي. صاد تساوي واحد ناقص، خلي بالك معاي، واحد ده ثابت ناقص افتح قوس كبير، واحد ناقص صاد ميم على ميم الكل أس ميم، سهل.
مفيش مشكلة عندك كتيرة. هي ميم دي تمثل عدد مرات إضافة الفايدة في السنة. يعني أنت لو أنت عايز صاد من صاد اتنين هتقول إيه؟ افتكروا كده، ها، صاد من صاد اتنين، هقول واحد ناقص واحد ناقص صاد اتنين على اتنين الكل أس اتنين، وهيكون عطلك صاد اتنين طبعا هو. طيب معدل الخصم الاسمي لو انت عايز صاد مين بقى؟ صاد مثلا اتنين ازاي تجيبها؟ يقول لي صاد ميم تساوي ميم اللي انت انت بتقول صاد اتنين، هتقول اتنين في، ها، واحد ناقص واحد ناقص صاد اللي هو الحقيقي السنوي يعني اس واحد على ميم، اس طبعا الواحد على ميم دي هنا في الاس، اس واحد على ميم. شوف معايا كده بسرعة، طبعا ما تبصوش للأرقام اللي هي بتاعت الأمثلة دي طبعا لأن في حاجات كتيرة بنشيلها. إذا تم الاستثمار بنظام الفوائد المركبة وكان معدل الخصم 12% والعوائد تضاف كل 6 شهور، ركز معايا إيه الكلام ده؟ معدل الخصم 12% والعوائد تضاف كل 6 شهور، يعني تضاف كام مرة؟ مرتين. يبقى إذا ده كده الكلام اللي هو تحتيه خط ده، معدل الخصم 12% والعوائد تضاف كل 6 شهور، ده كده معناها إنه عين 2 12%. احسب معدل الخصم الحقيقي، يعني احسب ص. طب نترجم الكلام ده، أقول لك إيه؟ أقول لك أوجد ص علما بأن ص 2 12%. يعني إذا ممكن ألخص لك أقول الكلام ده كله كده، أقول إيه؟ يعني إذا كان ص 2 12% أوجد ص، أوجد ص إذا كان ص 2 12%، يبقى هنا الميم بكام؟ الميم ب2. هات لي الص، القانون بيقول إيه؟ ص تساوي، ها، ص تساوي 1 ناقص، افتح قوس كبير، 1 ناقص ص ميم على ميم الكل اس ميم، كل البيانات قدامك دلوقتي، عايز ص، ها، ص 2 بكام؟ هتشيل 2، هتشيل الميم وتحط 2، هتقول ص تساوي، ها، 1 ناقص ص 2 على 2، يبقى 1 ناقص 1 ناقص، طبعا 1 دي بره، ناقص، افتح قوس كبير، 1 ناقص ص 2 على 2، اهي ص 2 على 2 الكل اس 2، ما انا بقول لك شيل 2 الميم وحط 2، يبقى ص 2 على 2 الكل اس 2. بالآلة الحاسبة مفيش مشكلة عندك، هتقول لي 12 من 100 على 2 ب 6 من 100، اطرح ال 6 من 100 من الواحد، يبقى 1 ناقص 6 من 100 دي كام؟ افتكروا كده، ها، 94 من 100، 94 من 100 اس 2 وتطرحها من الواحد يدي لك النتيجة. اهي انا قلت لكم تاني، طبعا دي انا عاملها ببساطة جديدة قوي، 12 من 100 على 2 يعني 6 من 100، 6 من 100 اطرحها من الواحد يديك 94 من 100، اس 2 واطرح اللي يطلع من الواحد يدي لك الايه؟ لاحظوا حاجة بقى، ان ص 2 طلع او ص الحقيقي طلع كام؟ 11 وشوية، وص ميم 12%، يعني ص 2 12 وص اللي طلع 11 وي، يعني اذا تقدر تقول ايه بقى؟ ان ص اقل من ص ميم. امتى؟ ها، تعرف لي بقى العلاقة دي؟ ص اقل من ص ميم امتى؟ اذا كان ميم اكبر من واحد، لو ميم اكتر من واحد فان صاد الحقيقي اقل من صاد ميم. انت شفت اللي من شويه طلعت الصاد اقل من صاد 2 وصاد اقل من صاد 3 وصاد اقل من صاد 4، ايا كان تجد ان صاد اقل من صاد ميم اذا كانت ميم اكبر من واحد. طب لو بتساوي، فان صاد بتساوي صاد ميم، لو ميم بتساوي واحد اكيد إن ص بتساوي ص م. طيب خد مثال تاني، احسب معدل الخصم الاسمي على أساس أن العوائد يتم تعليتها أو إضافتها يعني 4 مرات في السنة، يعني ميم بأربعة، والذي يقابل معدل خصم حقيقي 14%.
عاوز بيقول لي احسب معدل الخصم الاسمي، الاسمي يعني عاوز صاد ميم. طب والميم بكام؟ بيقول لي الفوائد يتم تعليتها او اضافتها 4 مرات في السنة. يعني اذا عاوز انا هنا صاد 4، واعطيني صاد بكام؟ قال لي علما بان معدل الخصم الحقيقي السنوي 14%. يعني ده الصاد، خلاصة الكلام ده الصاد، وعايز صاد 4. ممكن نترجم الكلام كده، اقول لك ايه؟ اوجد صاد 4 علما بان صاد تساوي 14%. يعني هنا خلاصة الكلام هو عايز صاد ميم. القانون بيقول ايه بقى هنا؟ خد البيانات، عندك صاد ب 14% وميم ب 4. البيانات ميم ب 4 وصاد 14%، عايز صاد 4. القانون بيقول ايه بقى؟ انه صاد ميم بتساوي، ها، صاد ميم تساوي ميم، افتح قوس كبير، 1 ناقص قوس صغير، 1 ناقص صاد الكل اس 1 على ميم. انا هوضحها لك بالارقام دلوقتي. الميم بكام هنا في السؤال؟ ب 4، والصاد هتشيل الصاد دي وتحط 14%. كده ترجم، يبقى صاد 4 بتساوي 4 في 1 ناقص قوس صغير، 1 ناقص الصاد شيلها وحط 14%، أس 1 على 4 اللي هي ربع. بتجيبها ازاي؟ بصوا يا شباب افتكروا بس بالراحة، 1 ناقص 14% بكام؟ بكام؟ 1 ناقص 14% تديك كام؟ 86%. 86%، انا هاخد الدهيه 86% دي اقول اس 25%، اس ربع يعني. وبعدين طبعا انا بقول ايه الحته دي بس، 1 ناقص 14% ل 86%، اس كام؟ اس ربع اللي هي 25%. والناقص زي ما هي نزلت، والواحد نزل، والاربعه نزل، انا بس بجيبها لك. بس بجيبها ازاي؟ الاربعه نزلت، افتح قوس كبير زي ما هو، 1 ناقص ده لحد كده زي ما هو اهو، ماشي؟ ها، باخد دي واقول اس ربع، هي دي الوحيده، هي اللي الاول بقى اس، واقول اس ايه؟ اس ربع. فبجيبها ازاي؟ 86% اس 25%، جيبها بالاله الحاسبه، اطرحها من الواحد، الناتج ده اطرحه من ايه؟ من الواحد، واللي يطلع اضربه في 4. اهي، يبقى جت دي جت ازاي؟ ال 37 من 1000 دي، بصوا 86% اس ربع بالاله الحاسبه، اللي يطلع اطرحه من الواحد يدي لك 37 من 1000. الناتج اضربه في 4 يدي لك معدل الخصم الاسمي السنوي، والعائد او العوائد تضاف 4 مرات في السنه. لاحظوا كده ان الصاد 4 طلع ايه؟ اكتر من الصاد. بصوا الصاد بكام؟ الصاد 14، والصاد ميم او الصاد 4 طلع ايه؟ يبقى اذا دائما تاكد ان صاد اقل من صاد ميم، او صاد ميم اكبر من صاد. امتى؟ لو الميم اكتر من واحد. خد مثال، اوجد معدل الخصم الحقيقي النصف السنوي علما بان عين 2 تساوي 12%. خلاص دخلنا بقى في الجد، احسب معدل الخصم النصف السنوي، تاكد ان معدل الخصم النصف السنوي هو اقسم صاد 2 على 2 علما بان عين 2 يساوي 12%. بص بقى دي اسهل، يعني انا هو بيقول لي عين 2 12%، هل العين 2 اقدر اجيب منها معدل الفايده النص سنوي؟ ها، عين 2 على 2 يديني عين النصف سنوي، ومن العين النص سنوي هات الصاد النص سنوي. تاني هو عاوز هنا صاد النصف السنوي علما بأن عين 2 12%. صاد النصف السنوي مش هجيبه إلا إذا جبت صاد 2. خلي بالك مش هعرف أجيب صاد أو صاد النصف السنوي إلا إذا جبت صاد 2. طب أجيب صاد 2 منين؟ أعرف كده إن مش أنت عندك ان اللي هو الصاد بيساوي عين على 1 زائد عين، صح؟
عين النص سنوي الوقت كده، خلي بالك عين 2 12%، اجيب اقسمها على 2 يديني عين النص سنوي، عين النص سنوي. طب هات من العين بقى دي، هات الصاد بتاعتها، هقول لك ايه على طول، صاد النص سنوي بتساوي عين النص سنوي على 1 زائد عين النص سنوي. ما هو انت عندك صاد بتساوي عين على 1 زائد عين. طب ما تجيب بقى، يبقى عين النص سنوي اللي هو 6% ده، اقول ايه بقى، يبقى اقول صاد النص سنوي اجيبها بقول 6% على 1.6%. دي ابسط ما يمكن، او ابسط الطرق التي يمكن بها اوصل لايه، للصاد النصف سنوي، او الصاد الربع سنوي، او الصاد الثلث سنوي. ببساطة شديدة بقول هنا عين 2 اعطيها لك 12%، اقول اقسم عين 2 على 2 يديني عين النصف سنوي، ومن العين النصف سنوي اجيب صاد النصف سنوي، اقول بتساوي، ما هو اي صاد بتساوي عين على 1 زائد عين. عين السنوي، صاد السنوي هقول عين السنوي على 1 زائد عين السنوي. طب صاد النص سنوي، عين النص سنوي على 1 زائد عين النص سنوي، وهكذا. ازاي بقى نحسب القيمة الحالية؟ القيمة الحالية بيرمز ليها بالرمز ح، او اللي هي مش عايز ادي رمز هنا، الح دي، الح تمثل القيمة الحالية لوحدة النقود اللي هي الجنيه. يبقى القيمة الحالية لوحدة النقود بتساوي ح، ودي بتساوي 1 ناقص ص. طيب أقدر أقول ح بتساوي، ما هي الواحد ناقص ص هي يعني، ممكن أقول 1 ناقص معدل الخصم السنوي. طب ترجمها أو بالرياضة كده هتطلع معاك 1 على 1 زائد عين أس سالب 1، أو بمعنى أصح هي 1 زائد عين أس سالب 1. 1 على 1 زائد عين، ما هو مش هنا 1 ناقص ص، أنا بس مش عاوز أدخلك في موال الإثبات تاني. الح بتساوي 1 على 1 زائد عين أسس 1، أو 1 على 1 زائد عين، خلاصة الكلام يعني. يعني طبعا لما عندك أنت 1 زائد عين أس 1 في المقام، ممكن اطلعها بالبسط وايه، اسس سالب 1. خدنا الكلام ده في الاسس زمان. المهم ان هي إيه، ان الح القيمه الحاليه لوحده النقود 1 زائد عين اسس سالب 1. طبعا خلي بالك بقى معايا هنا، القيمه الحاليه لوحده النقود التي تستحق الدفع بعد سنه. طب لو بعد نون من السنوات، يبقى برمز لها بالرمز ح نون، ما هي ح 1 او ح 1 ح ح 1 بتساوي 1 زائد عين أس سالب 1. طب لو نون، أكيد هتقول لي على طول كده إيه، 1 زائد عين أس سالب نون، ماشي. طب خليها بس معاك دي في دماغك. القيمة الحالية لدين قيمته الإسمية قاف ميم نون يستحق السداد بعد نون من السنوات أو نون من الفترات، هو أضرب قاف ميم نون في 1 زائد عين أس سالب نون. إمتى؟ ده لو الكلام ده هوت يا شباب، فبقول إيه؟ إن أنا بستخدم، بقول القيمة الحالية لو علم معدل الفائدة عين. يبقى إذا كان معطى عين، فبقول إيه؟ القيمة الحالية، أنا برمز لها بالرمز أيًا، مش هتفرقش، ما تشغلش دماغك بالرمز. القيمة الحالية بتساوي المبلغ اللي انت عاوز تحسب له، اللي هو القيمة الاسمية للدين يعني، اضربه في ايه، في 1 زائد عين اس سالب نون. امتى يا جماعة كده؟ العلاقة دي واحد اهي، تطبق اذا اعطي في السؤال معدل فائدة، مش مهم معدل فائدة ايه، حقيقي سنوي ولا نص سنوي ولا ربع سنوي، مش هتفرق معايا. ليه؟ لان انا بظبط النون وفقا للعين الموجودة. طيب القاعدة الثانية بتقول القيمة الحالية للدين بتساوي القيمة الاسمية في 1 ناقص ص ناقص، هنا شوفوا خلي بالكم، انا قلت هنا ايه القيمة الاسمية، هنا القيمة الاسمية، هنا اضرب هنا في ايه، 1 زائد عين،
أس سالب نون، هنا واحد ناقص صاد أس موجب نون. إمتى الكلام العلاقة التانية دي؟ ها؟ تستخدم العلاقة رقم اتنين إذا أعطي في السؤال معدل خصم، مش مهم خصم إيه، معدل خصم وبس. خلاص خد معايا، خد المثال، أمثلة كده. عند حساب القيمة الحالية للديون أو القيمة الحالية للمبلغ أو لعدة مبالغ، ركز معايا بقى، أنا هدي لك الحالات أهي. إذا أعطي معدل خصم حقيقي صاد، اللي هو معدل حقيقي اسمي، أو أنا آسف، معدل حقيقي للخصم، معدل حقيقي صاد، صاد سنوي ولا نص سنوي، المهم حقيقي، تعمل إيه؟ نقول إيه؟ نطبق مباشرة العلاقة رقم اتنين، اللي هي إيه يا شباب؟ اللي هي دي، إيه؟ بضرب المبلغ القيمة الاسمية في واحد ناقص صاد أس نون. شوف كده مثال، بيقول لي دين قيمته الاسمية 25,000، دي اللي هي القاف ميم نون، يستحق السداد بعد 10 سنوات، نون بعشر سنين. احسب القيمة الحالية للدين على أساس معدل خصم مركب 12%، يعني هنا صاد 12% ونون 10 سنين والقاف ميم نون 25,000. خد كده البيانات، قاف ميم نون 25,000، صاد 12%، إذا واحد ناقص صاد، أنا قلت لك هتطبق العلاقة رقم اتنين اللي هي بتقول إيه بقى؟ ها؟ قاف ميم نون، أو القيمة الحالية بتساوي قاف ميم نون في واحد ناقص صاد الكل أس نون، قاف ميم نون 25,000 في واحد ناقص صاد، أنت عندك الصاد ب 12، يبقى الواحد ناقص صاد 88%، خلاصة الكلام هتقول إيه؟ 25,000 في 88% أس 10، ليه 10؟ لأن ده حقيقي سنوي، فخلي نون بالسنوات. عارفين لو ده كان نص سنوي 12 مثلا، لو 12% ده نص سنوي، هخلي النون بايه؟ ب 20، وهكذا. المهم خلصت، طبعا كل الكلام ده بالآلة الحاسبة مفيش مشكلة فيه. خد كده مثال تاني، أوجد القيمة الحالية لدين قيمته الإسمية 15,000. أنت ممكن تدرب نفسك إنك أنت تخلي السؤال كده وتوقف وتوقف وتجرب وتجرب كده، يعني جرب انت ايه اللي جاي هيكون ايه. شوف كده، القيمة الحالية لدين قيمته الاسمية 15,000، يستحق بعد 4 سنوات و5 شهور، مش مشكلة عندي، قال لي ايه؟ ها؟ بمعدل خصم مركب ثلث سنوي، ركز، معدل خصم حقيقي ثلث سنوي 3%، هتخلي صاد بتاعتك صاد الثلث سنوي 3%، واعمل وركز بقى معايا، اقلب لي النون لتلات، ها؟ تشوف كده، عندي هنا القاف ميم نون 15,000، والصاد صاد التلت سنوي 3%، تلت سنوي، هنعمل ايه؟ هنطبق العلاقة رقم اتنين، بس اللي هي واحد ناقص صاد أس نون. نيجي بقى للنون، هتبقى بتعمل لي بقى في، لازم تحول لي نون لتلات، النون هنا 4 سنين و5 شهور، يعني 4 سنين بكام شهر؟ 4 في 12 ب 48، 48 و5 يبقى كام؟ 53، 53 حولها لي لتلات، افتكروا معايا، ها؟ 53 شهر، حولها لتلات بنقسم على 4، ماشي اهي، خد كده. قاف ميم نون 15,000، صاد 3% تلت سنوي، يبقى طبعا سيبك من الواحد ناقص صاد، طبعا هي 3%، يبقى واحد ناقص صاد 97%، مش مشكلة. النون هي أهم حاجة عندي، النون حول النون لتلات، يبقى 53 على 4، خلاص، وطبق العلاقة بتاعتك أهي، مفيش مشكلة في العلاقة نفسها، العلاقة بتتغيرش. إمتى يا شباب بقى؟ خلي بالكم، إذا أعطي في السؤال معدل خصم
ايا كان هو ايه، معدل خصم سنوي فبتخلي نون بالسنين، معدل خصم نص سنوي تخلي نون بالانصاف سنوات، معدل خصم تلت سنوي زي السؤال اللي قدامنا بتحول النون لتلات. النون عندك كام سنة؟ أربع، كانت 4 سنين و5 شهور، يبقى 4 في 12 ب 48 و5 53. المهم 53 حولها لتلات، بتعمل ايه؟ تقسم على 4 بس وتطبق العلاقة، فبقول 15000 في 1 ناقص ص، طبعا هنا الص ب 3% يبقى 1 ناقص ص 97%، أس ن اللي هي 53 على 4. مفيش مشكلة بالآلة الحاسبة كله، تمام كده. طيب خد الحالة التانية، بيقول لي إيه بقى؟ إذا أعطي في السؤال معدل خصم اسمي، الله شوف بقى كده هنطبق برضو العلاقة رقم 2 ماشي، بس إيه؟ لازم تعمل لي توافق بين معدل الخصم والمدة، معدل الخصم والإيه؟ والمدة، بمعنى هتوجد اللي هي لو مثلا عطيلي، افترض مثلا ان هو عطيلي صاد 2، هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو اعطى في السؤال معدل خصم اسمي عطيلي صاد 2 تعمل ايه؟ توجد صاد 2 على 2، توجد صاد النص سنوي، وتحول المدة الى انصاف سنوات. يبقى لازم تعمل لي احداث توافق بين نظام المعدل ونظام المدة، بمعنى تاني كده إذا كان عطيلي صاد 2 هتعمل إيه؟ تقسم صاد 2 على 2 يديني صاد النص سنوي، وتحول المدة إلى أنصاف سنوات. طب لو عطيلي صاد 4 هقول صاد 4 على 4 يديني صاد الربع سنوي، وتحول المدة إلى أرباع سنوات، وهكذا. شوف كده هتجيب معدل الخصم اللي هو صاد ميم على ميم. انا قلت لك اهو لو صاد 2 عطيلك صاد 2 تقسم صاد 2 على 2 يديني صاد النص سنوي، وتحول المدة الى انصاف سنوات. صاد 4 هتقسم صاد 4 على 4 يديني صاد الربع سنوي، وتحول المدة الى ارباع سنوات، وهكذا. خد مثال بيقول لي احسب القيمة الحالية لدين قيمته الاسمية 20000 يستحق السداد بعد 5 سنوات و8 شهور بمعدل خصم مركب صاد 2 8%. الله عليا، ها شوف كده، شوف السؤال بيقول لك هنا ايه؟ صاد 2 اعطيني صاد، هو في الحاله الاولى اعطيني صاد او صاد ربع سنوي او صاد نص سنوي، ده كان جاهز. هنا بقى مش اعطيني الصاد الجاهز او اللي هو الصاد مباشر يعني، فبيقول لي اعطيني صاد 2 8% على طول. ركز في دي، صاد 2 8% اقسم صاد 2 على 2 يديني صاد النص سنوي، واشتغل باللي فات. هنعمل ايه؟ هتحول نون لانصاف سنوات. شوف عندك قاف ميم نون 20000 صاد، ها شوفوا صاد النص سنوي، هو صاد 2 8% يبقى صاد النص سنوي 4%، صح؟ اهي فبقول هنا صاد النصف سنوي 4%، وبالتالي 1 ناقص صاد النصف سنوي 96%. المهم عندك هتحول نون لانصاف سنوات. نون بكام؟ نون في السؤال بكام؟ 5 سنين و8 شهور. عندك 5 في 12 ب 60، 60 و8 68، اقسم 68 على 6 عشان الأنصاف، يبقى 68 على 6 يديني 68 على 6 نص سنة. بس خلصت السؤال. إذا قاف ميم نو القيمة الحالية بتساوي تطبق العلاقة رقم 2 افتكروها، هقول 20000 في 96% أس 68 على 6. هي دي أهم حاجة في العلاقة في الكلام عندك، لأن هيجي لك لو جالك اختيارات هيجي لك الاختيارات بالشكل ده. طيب الحالة التالتة، إذا أعطي في السؤال معدل فايدة حقيقي سنوي عين، لو أعطي لي عين نعمل إيه؟
نطبق العلاقة رقم واحد مباشرة. ها، إذا أعطي في السؤال إيه؟ معدل فايدة حقيقي سنوي عين، تعمل إيه؟ تطبق العلاقة رقم واحد مباشرة، اللي هي إيه؟ افتكروها، بتقول تضرب القاف ميم نون في واحد زائد عين أس سالب نون. شوف، دين قيمته الإسمية 15,000 يستحق السداد بعد 7 سنوات بنظام الفوائد المركبة بمعدل 10%. احسب القيمة الحالية للدين ومقدار الخصم. مش مشكلة، المقدار الخصم ده بعد ما بتجيب القيمة الحالية تطرحها من القيمة الإسمية يدي لك مقدار الخصم، مش مشكلة عادي. المهم ركز كده، أعطيني القيمة الإسمية اللي هي القاف ميم نون، وأعطيني عين، شوف، بمعدل فايدة مركبة. ما قاليش معدل خصم، يبقى معدل فايدة. بمعدل 10% يبقى ده عين. طب هل عين ده إيه؟ عين اسمي؟ لا، ده بمعدل، قال لي 10% وسكت، يبقى معدل حقيقي سنوي 10%. ونون 7 جاهزة، يبقى أقول إيه بقى؟ ها، عندك قاف ميم نون 15,000، عين 10%، نون لازم تخليها بالسنين زي ما هي 7 سنين. طب لو هي بشهور اقسم على 12، خلاص. طيب هقول هنا اطبق العلاقة رقم واحد، يبقى قاف ميم نون في واحد زائد عين أس سالب نون. هقول هنا 15,000 في 1.1% أس سالب 7، وطلع بالآلة الحاسبة ما تطلع، ما فيش مشكلة في الكلام ده كله، خلاص. طيب الخصم طبعا زي ما قلت لكم، بعد ما بجيب القيمة الحالية اطرح القيمة الحالية من القيمة الاسمية يدي لك المقدار الخصم. يعني هنا 15,000 ناقص القيمة الحالية اللي طلعت اهي، كانت القيمة الحالية طالعة بكام؟ اللي هي دي، اطرحها من ال 15,000 يدي لك ايه؟ مقدار الخصم. ماشي كده؟ طيب الحالة الرابعة، طبعا كل، خلي بالك انا بس مجرد تقسيم، هي كل ما في الامر لو اعطي معدل خصم ايا كان، خصم سنوي ولا خصم نص سنوي، تطبق العلاقة رقم 2. لو اعطي معدل فايدة بتطبق العلاقة رقم واحد. العين حقيقي سنوي اللي هي الحالة الثالثة زي اللي فات ده، مش اللي فات ده. لو اعطيني بقى عين 2 مثلا، او عين 3 او عين 4 او عين 5، هتطبق برضو العلاقة رقم واحد، بس ايه؟ بس تضيف لي، تخلي لي اللي هو تظبط مع اللي هي النون مع العين. بمعنى اذا كان مثلا عطيلي عين 2 هتعمل ايه؟ افتكروا بقى، عين 2 هتقسم عين 2 على 2، خلاص، يديني المعدل النص سنوي، وتطبق العلاقة رقم واحد مع جعل المدة بالأنصاف سنوات. أعطيلك عين 3 هتقسم عين 3 على 3 يديني عين الثلث سنوي، وتحول المدة إلى 3، وهكذا. وخلاصة الكلام بتطبق العلاقة رقم واحد. شوف كده، دين قيمة الإسمية 25,000 يستحق السداد بعد 8 سنوات بنظام الفوائد المركبة بمعدل 12% على أن يتم تعلية العوائد 3 مرات في السنة، يعني ده عين 3. بص، عين 3 12%، عين 3 كام؟ 12، عين 3 12%. أهو كل الكلام اللي تحتيه الخط ده اللي هو عين 3 12%، وعاوز القيمة الإسمية للدين، القيمة الحالية، أنا آسف، القيمة الحالية. هتقول القيمة الحالية بتساوي ايه؟ القيمة الرسمية اللي هي 25,000 في، ها، بس هات لي بقى عين عين كام يعني؟ ما هو هنا عين 3، اقسم عين 3 على 3 يدي لك عين التلت سنوي، وخلي لي نون بالتلت، هي عندك 8 سنين يبقى 3 في 8 ب 24 تلت كده. قاف ميم نون 25,000، عين التلت، ها، عين تلت سنوي، عين
الثلث الثانوي هتقول 12% على 3، ما هو عين 3 على 3 يبقى كام؟ يبقى 12 على 3 يبقى ب 4%. حلو. وبعد كده خليني نون بالتلات، هي نون ب 8 سنين، يبقى 3 في 8 ب 24 ثلث، صح؟ وطبق العلاقة رقم 1، هقول القيمة الحالية بتساوي قاف ميم نون في 1 زائد عين أس سالب نون، يعني 25,000 في 1.4%، اوعى تقولي 12%، 1.4% أس سالب ايه 24، وطبق العلاقة يطلع لك النتيجة. المهم انك انت ركز في دي، ركز لي في اللي هي ده الاختيارات اللي هتجي لك مثلا ولا حاجة، خلاص؟ طيب عاوز اشوف مثلا، لو عاوز اطبق بس اجيب عشان تبقى ايه، تبقى الموضوع اكتمل، عايز اجيب اللي هي القيمة الحالية لعدة مبالغ، مش هتاخد مننا وقت ولا حاجة، بس هي القيمة الحالية لعدة مبالغ كل ما في الأمر. القيمة الحالية لعدة مبالغ وانت بتطبقها بتقول لي كأنه مبلغ واحد، انا ولذلك مش مفيش جديد، هو كأنه مبلغ بس بتقول المبلغ، يعني القيمة الحالية للمبلغ الأول زائد القيمة الحالية للمبلغ الثاني زائد القيمة الحالية للمبلغ الثالث وهكذا. شوف معايا كده، أنا مش عاوز أديلك قواعد، مش عاوز أزود ليك قواعد ولا حاجة. لو أنت عندك عدة مبالغ وعاوز تجيب القيمة الحالية لهذه المبالغ، بيقول لي إيه مثلا؟ شوف كده، عندي 3 مبالغ أهو، عاوز القيمة الحالية لهذه الديون. بصوا، القيمة الحالية لعدة مبالغ كأنك مبلغ، ده المبلغ الأول مدته 5، والمبلغ الثاني مدته 3 سنين وثلاث شهور، والمبلغ الثالث 6 سنين وثمان شهور، مش هتفرق. بصوا، اعتبر كل مبلغ كأنه سؤال لوحده. طب المهم عندك بيقول لك إيه؟ أوجد القيمة الحالية للديون علما بأن عين 9%. أعطيني إيه بقى؟ افتكروا معايا كده في الكلام اللي انا قلته، لو عاطي لك عين تطبق العلاقة رقم 1، لو عاطي لك صاد تطبق العلاقة رقم 2. طب هو هنا عاطي لي ايه؟ عاطي لي عين، طب هتعمل ايه بقى؟ بص، كل اللي انت بتعمله انت بس بتعتبر ان انت عندك ده عين سنوي، عين حقيقي سنوي، هتخلي المدة هنا بالسنين. طب دي 5 سليمة، صح؟ طب ودي 3، 3 سنين و3 شهور، يعني 3 في 3 سنين، 3 في 12 ب 36، 36 و3 يبقى 39، حولها لسنين يبقى 39 على 12. طب والمادة ودي ها؟ هيبقى 6 سنين و8 شهور، 6 في 12 ب 72 و8 يبقى 80 على 12، كده؟ بصوا، اهي المدة بس هتخليها بالسنين، يبقى نون واحد او مدة المبلغ الاول 5، مدة المبلغ الثاني 36 على 39 على 12، والمدة الثالثة تبقى 80 على 12. وبعدين طبق العلاقة بتاعتك بس، مفيش اي مشكلة خالص. هتقول 5000 في 1 زائد عين، 1 زائد 9% اس سالب نون مدته 5 زائد قيمة حالية المبلغ الثاني، هقول 3000 في 1.9% أس سالب 39 على 12، المبلغ الثالث 2000 في 1.9% أس سالب 80 على 12، بس ماشي. طيب بيقول لي في المثال اللي فات ده، اكتب معادلة حساب القيمة الحالية للديون إذا كان الاستثمار بالفوائد المركبة بمعدل 8% والفوائد يتم تعليتها مرتين. يبقى ده إيه ده؟ ها؟ ده عين 2، ها؟ عين 2 على 2 يديني عين النص سنوي، مش ده عين 2؟ خلاص كده؟ أهو يتم تعلية الفوائد مرتين في السنة، يبقى عين 2 على 2
يبقى 8% على 2 يدينا 4%، وتحول المدد في السؤال اللي فات ده إلى أنصاف سنوات. إلى إيه؟ إلى أنصاف سنوات. يعني إيه؟ لو كانت سنين اضربها في 2، لو كانت شهور اقسمها على 6. تعال تاني، بقول هنا عين، أعطيلي عين 2، 8% أقسم إيه؟ لأن طالما إن هو قال لي الفوائد تضاف مرتين يبقى ده عين 2، هقول عين 2 على 2 يبقى 8% على 2 4% نص سنوي، وتحول المدد إلى أنصاف سنوات، وطبق العلاقة رقم 2. صح كده؟ لا أنا آسف، العلاقة رقم 1. شوف معايا، عين النص سنوي هتبقى 4%، هو قال لي عين 2 8%، يبقى عين 2 على 2 يديني 4% اللي هو إيه؟ عين النص سنوي، وتحول المدد إلى أنصاف سنوات. ركز، مدة المبلغ الأول كانت كام؟ كانت 5، يبقى 5 في 2 ب 10. مدة المبلغ الثاني كانت 39 شهر، اقسم 39 على 6. طب مدة المبلغ الثالث 68 80 شهر، يبقى 80 على 6. يبقى لو كانت سنين اضربها في 2، لو كانت شهور اقسمها على إيه؟ على 6. فيها مشكلة؟ طيب افتكروا معايا، يعني ده أنا بقول مثلا يعني لو كان عين ده اللي هو 8% ده عين 4، قولوا انتوا، ها؟ لو كان عين 4 هتجيب عين الربع سنوي، الربع سنوي عين 4 على 4، يبقى 8% على 4 يعني 2%، وتحول المدد إلى أرباع سنوات. يلا حولي نون واحد لأرباع، هتبقى كام؟ 5 في 4 ب 20. طب حول المدة دي لأرباع، تقسم على كام؟ بالنسبة لك قول، يبقى 39 على 3، وهنا 80 على 3، يبقى تحول المدد لأرباع. طب لو كانت 3 هتبقى 5 في 3، ها قولوا، لو 5 في 3، قول لنفسك ما تقوليش أنا، 5 في 3، يبقى لو كانت 3 هتقول نون 1 5 في 3 ب 15، نون 2 39 على، ها، على 4، وهنا نون 3 80 على 4. طيب المهم طبق العلاقة بتاعتك، العلاقة رقم 1 هتقول 5000 في 1 وكام؟ 1.4 أس سالب 10. المبلغ الثاني هتقول 3000 في 1.4 أس سالب 39 على 6، زائد 2000 في 1.4 أس سالب 80 على 12 على 6. ماشي كلام؟ طيب اكتب معادلة حساب القيمة الحالية للديون في المثال اللي فات برضو ده، لو كان معدل خصم 8%. يلا اعطيني معدل خصم، افتكروا تاني الكلام والله ما بيتغير. لو كان، انا خلي دماغك كله في حاجة واحدة، لو كان عطيلك معدل فايدة هطبق العلاقة رقم 1، في سواء زي المثال اللي فات او اللي قبله. لو كان عطيلي معدل خصم هنطبق العلاقة رقم 2، هل خصم سنوي ولا خصم نص سنوي ولا سهلة، مفيش مشكلة عندي. هنا معدل خصم مركب 8%، ما قاليش، يبقى ده معدل خصم حقيقي سنوي 8%. هتعملوا فيه ايه؟ ها؟ تجعل المدد بالسنوات. يلا هتطبق العلاقة رقم 2 مع جعل المدد بالسنوات. صاد 8% يبقى 1 ناقص صاد 92%، طبعا مفيش مشكلة بالكلام ده. المهم المدد يا شباب هتخليها بايه؟ بالسنين. يبقى نون 1 5، ونون 2 39 على 12، ونون 3 80 على 12 ايه؟ سنوات، كل دي بالسنوات. خلاص، وطبق العلاقة رقم 2، هتقول لي القيمة الحالية تساوي، ها، المبلغ الأولاني فيه 1 ناقص صاد، 1 ناقص صاد يعني كام؟ 92% أس موجب، أس موجب، اوعى تغلط، يبقى المبلغ فيه 1 ناقص صاد أس موجب نون،
زائد المبلغ التاني، ها، 3000 في واحد واتنين، أو أنا آسف، واحد ناقص صاد، يعني دي 92%، أس موجب 39 على 12، والمبلغ التالت 2000 في 92%، أس موجب 80 على 12. آخر سؤال، لو كان اكتب المعادلة، شوفوا خلي بالكم كل الكلام ده على السؤال الأولاني، مش هتفرق معايا، هو أهم حاجة عندك إيه؟ إزاي تظبط المعادلة على صاد ولا م ولا عين؟ والله لو عين هتقول وتطبق العلاقة رقم واحد مع جعل المدد بالسنوات. طب لو أعطيتك عين اتنين، هتقول عين اتنين على اتنين يديني عين نص سنة، وتطبق وتجعل المدد بالأنصاف سنوات، وتطبق العلاقة رقم واحد. المهم شوفوا الحالة الأولى والتانية زي بعض، بس كل ما في الأمر بتظبط العين والمعدل والمدة. الحالة الثالثة والرابعة هم زي بعض برضه، إذا أعطي معدل خصم، ها، إذا أعطي معدل خصم تطبق العلاقة رقم اتنين مع تعديل المدة لو كانت صاد حقيقي، لو كان حقيقي زي اللي فات فبتخلي المدة بالسنين. طب لو كان هنا، شوف السؤال كده، اكتب معادلة حساب القيمة الحالية للديون في المثال اللي فات، علما بأن معدل الخصم على أساس معدل خصم ربع سنوي، ربع سنوي، الله عليه، ها، شوف كده، ربع سنوي 3%، يبقى إيه؟ قول إيه اللي هنعمله في السؤال ده؟ هتخلي لي هتطبق العلاقة رقم اتنين مع تحويل المدد إلى أرباع سنوات. طب هتحولها لأرباع إزاي؟ لو كانت سنين تضرب في أربعة، لو كانت شهور تقسم على، ها، على ثلاثة. يلا يبقى هنا صاد الربع سنوي 3%، هات لي منها على طول واحد ناقص صاد على طول عشان بس انت بتشتغل، يبقى واحد ناقص صاد 97%. تخلي لي ايه؟ ها، نون هتخليها لارباع، الخمس سنين اضرب في 4 ب 20، لو كانت الشهور تقسم على 3، والله لو قبلت القسم خير، ما قبلتش احطها زي ما هي. خلاص، وطبق العلاقة رقم 2، فبقول بتساوي 5000، المبلغ الأولاني، ها، 5000 في 1 ناقص صاد يبقى 97%، أس موجب 20، المبلغ الثاني 3000 في 97% أس 39 اللي هي 13 يعني، الثالث اللي هي 39 على 3، والثالث يبقى 2000 في 97% أس 80 على 3 زي ما هي. خلاص كده؟ متهيألي كفاية كده بقى، لأنه إيه، مش لازم دي، خلاص كده، عاوز تعرفها أعرفها، بس همشيها لك بالراحة كده. لو كانت لو أعطيني ست صاد مثلا اتنين، صاد تلاتة، صاد أربعة، عادي برضو. المهم لو أعطيني صاد مثلا صاد 6 9%، هتقسم صاد 6 على 6 يديني صاد السدس سنوي، وتحول المدة إلى سداس، ها، طبعا العلاقة رقم اتنين طبعا، صاد السدس سنوي 1.5% أو 15 من 1000، 15 من 1000 اطرحها من 1 يديلك 985 من 1000. المهم يا غنى تخلي الايه، تخلي المدد عندك بالسدس سنة، الخمسة في ستة بتلاتين، خمس سداس طبعا، يبقى خمسة في ستة بتلاتين، وهنا هتقسم على 2، 39 على 2 و80 على 2 سدس سنة، وتخلي تطبق العلاقة رقم 2 طبعا زي ما هي، ما تدقش عليها كتير او ديت، لكن المهم ان كده فكرة الايه، ازاي تجيب القيمة الحالية للديون باستخدام الفوائد المركبة. القيمة الحالية للديون، بس انا هلخص بس الكلام اللي انا قلته كله، القيمة الحالية عشان اجيبها بحتاج معدل خصم اللي هو الصاد، هل هو صاد ولا صاد ميم؟ لو كان صاد بتخلي المدد بالسنين، لو كانت صاد ميم بتقسم صاد ميم على ميم وتدي لك الايه، الخصم اللي هو الذي يتفق مع الفترة، وتحول المدد الى فترات. بمعنى لو كان مثلا أعطيلك صاد خمسة
او صاد، بلاش خمسة دي، لو اعطيتك صاد اتنين فبتقسم صاد اتنين على اتنين يديني صاد النص سنة، وتجعل المدة بالانصاف سنوات. لو كان عطيتك صاد اربعة تقسم صاد اربعة على اربعة يديني صاد الربع سنوي، وتخلي المدد بالارباع سنوات، وهكذا. المهم في الكلام كله كيف توجد القيمة الحالية؟ بتقول القيمة الحالية بتساوي القيمة الاسمية اللي هي القاف ميم نون في واحد زائد عين أس سالب نون، لو كانت عاطلك العين، لو كان عاطلك معدل الفايدة، تضرب أو الحالة التانية اللي أنا قلت لكم عليها اسمها العلاقة رقم واحد، العلاقة رقم اتنين اللي هي تضرب القاف ميم نون في واحد ناقص صاد الكل أس موجب نون لو كانت عاطلك معدل الخصم. شوفوا ركز في حتة حاجة واحدة بس، لو عاطلك عين معدل فايدة فبتطبق العلاقة رقم واحد، لو عاطلك معدل خصم مش مهم بقى خصم حقيقي ولا خصم صاد ميم ولا صاد يعني نص سنوي ولا كده، المهم لو عاطلك صاد معدل خصم يعني تطبق العلاقة رقم اتنين. ويا رب تكونوا ان شاء الله كده بخير، ونسمع عنكم كل خير يا رب ان شاء الله. شكرا.